رسول الله طالع من بيته وذكرت هذا مرارا، وجد أبا بكر سأله ما الذي أخرجك؟ قال له الجوع يا رسول الله. عمر ما الذي أخرجك؟ قال والله يا رسول الله ما أخرجني إلا الجوع. فقال له أعين الله ما أخرجني أنا إلا الجوع. هذه هي الأمة. أما أمتي يوجد نصابين يظنون أن أمة تكرمهم، لا يمكن تكريمهم إلا بالتوبة والعود إلى القيمة الحقيقية للإنسان. 43 ما في طعام، ما في جعانين، وسيد الخلق يقول لهم وأيم الله ما أخرجني إلا الجوع. امشوا معي، مشوا مع سيد الخلق. يوم عند البيت رجل من الأنصار ألقى السلام مرتين، ما حد رد. في الثالثة رد، قال له طيب ما أنا ألقيت السلام. قلت له لا، أنا عرفت أنك رسول الله وأحببت أن أستزيد من سلامك. أين فلان؟ قالت له والله ذهب ليستعذب لنا الماء فترة ورح جاي. لقي طبعا رسول الله وبكر وصاحبه. الرجل فرح لدرجة تبلغ أن تكون، جاب سكين وعايز يذبح، وجاب عزق من التمر المدينة. قال له لا تذبح الجزور، لا تذبح الولود، طالما بتولد. ذبح وأكلوا وشبعوا. وأقف عند قول رسول الله، لأني قالها بعدما أكلوا وشبعوا. أنتوا طلعتم وأنتوا جعانين وأطعمكم ربكم. ثم يقسم قسم وأيم الله لا تسألن يوم القيامة عن هذا النعيم. تحلو الحياة مع النبي، تحلو الحياة مع النبي. أكلة واحدة، أكلة واحدة. وخد بالك من اسم الإشارة، هذا النعيم، نعيم غدوة. أنا أقول هذا لكي نعرف أن شرف أمتنا في الاستقامة، ما شرف أمتنا في جمع المال من أي سبيل. وأعجب عندما يذكر لي فلان معه مليار نيلة. الحق نفسك والحق أبوك قبل ما تصلوا إلى ساعة حرجة يقال لكم من أين هذا.